راح يخلص الشتاء واحنا بعدنا مشافين المطر شوي وياها عصافير. شلونكم؟ شكو ماكو؟ ان شاء الله الكل بخير وبصحه تمام. اليوم ويانا منتج من شركه انكر، وشركه انكر مو بس تصنع بنوك طاقه، لا عندها خط انتاجي تحت مسمى ساوند كور، والساوند كور هو من الاسم مختص بالصوتيات، سماعات وغيرهن. وهذا المنتج ويانا هو اسمه الويكي اول ان وان، وراح اجي احكيكم شنو هذين الاول ان وان، الميزات اللي موجوده به. بس هي بشكل عام جاية من كلمة wake up، wakey wake up يعني استيقاظ صباحا، لأن بيه منبه وهاي التفاصيل. فخلينا نفتح الصندوق ونشوف شنو المحتويات. أنا صار لي تقريبا 3 أيام أستخدم هذا الجهاز وكلش عجبني تفاصيله وشغلات. أنا من زمان شايفة على أمازون وردت أوصيه، بس لأنه يعني حجم باكيته شوية مكلف إذا دزه ويا بعض الحاجات. فهذا هو الويكي، أكو بيه لون أبيض ورصاصي وهذا اللون الأسود. يجوا يا هذا الكيبل مال اف ام راديو، هذا الادابتر اللي هو 33 واط. وهذا المنتج هو عباره عن بلوتوث سبيكر، والسماعه هنا أنا اذا اريد احكي عن الجوده ما اقدر انطي اقل من 10 على 10. هنا البيس ونقاوه الصوت والفوكال اللي هي اللفظي الكلام يعني من يطلع الصوت منها بشكل رهيب مو طبيعي. فالسماعة هذه من أحسن السماعات بهالحجم هذا. يعني اللي أريد أقوله من ناحية جودة الصوت بأنه الصوت ممتاز جدا والبيس رهيب. وأيضا أريد أقول بأنه هذا المنتج يجي ويا راديو أف أم، وهم منطين هاي التوصالة تقدر تقول أنتنة صغيرة. هنا المنافذ اللي موجودة أيضا عندنا 2 يو اس بي تقدر تشحن من خلالهم، وأيضا عندك الأواكس هنا إذا تريد تربط سماعة ثانية، وايضا هاي فتحة الدي سي اللي تربط بها الكهرباء. هذه السماعة تجي بميزة انه بها ساعة انت توقتها حسب الموبايل اللي راح تربطها به. ساعة حلوة يعني تقدر تعدل الانارة مالتها تخففها اذا تريد. ايضا اكو نقطة جدا مهمة بهذا المنتج انه هو مو بس سماعة، وانما بي من فوق شحن لاسلكي وايرلس 10 واط اللي هو يعتبر جيد بالنسبة للوايرلس تشارجينج. من هنا تقدر تخليه هذا الموبايل هو البيكسل 3 اللي يدعم الشحن اللاسلكي ويشحن كلش طبيعي. اكيد طبعا الشحن اللاسلكي مو اسرع شيء، يعني 10 واط قليله تعتبر، لكن يعني زين احسن من 5 واط بالنسبه لبعض المنتجات اللي هي منتجات الشحن اللاسلكي. اذا تقدر تستمع للاغاني، تقدر تستمع لاي شيء، وبنفس الوقت تشحن موبايلك. وهسه راح نجي للمرحله الثانيه من بعض الميزات واللي تتطلب تطبيق، لازم تنزل تطبيق اسمه ساوند كور، والتطبيق موجود على اب ستور وموجود على بلاي ستور. تطبيق هذا الساوند كور تطبيق كلش حلو خاص بمنتجات شركه انكر بشكل عام، وتقدر تتحكم عن طريقه بالسماعه هذه. وراح اقول لكم اكو ميزه بالاخير راح احكيكم اياها بخصوص اللي هي اسمها وايت نويز. خلينا نرجع هنا بالبدايه منها تعلي ايضا ومنها تنصي. فتشي صوت رهيب، البيس خصوصا يعني الايقاع كلش حلو. شوكم شوكو ماكو. اذا نجي هنا بالنسبه للتطبيق، التطبيق بعد ما ربطنا بالبلوتوث نجي نفتحه، وراح نلاقي بعض الميزات الحلوه اللي موجوده هنا. مثلا على سبيل المثال نقدر ننصي البرايتنس السطوع مال الساعة ونخليها جدا ناصية في حالة إذا تأثر على النوم، ونقدر نخليها أعلى شيء، يعني هاي أعلى شيء يعني خالها. واكو أوتو برايتنس حسب الوقت، يعني هي من السير الليل شوية تقوم تخفف من الضوء. أيضا عندنا ميزة ثانية اللي هي أكيد طبعا بما أنه هي اسمها ويكي على مود استيقاظ صباحا، فلازم أكو ألارم. والألارم هنا أنت تقدر تسوي يعني ألارم بشكل كلش حلو، يعني عادي حال أي ألارم. ونجي هسه للراديو، راديو هنا من تجي تقدر يعني تختار ما بين الإذاعات، تتنقل بيناتهم وتشغل. على سبيل المثال أنا حاط هذين الإذاعتين مثل ما تشوفون شوية، لأنه المكان يعني يراد هذا المكان شوية يكون عالي الأنتنة. ونجي هسه لآخر ميزة، وصراحة يعني أستغرب أنه يعني أعتقد إحنا بالنسبة لنا إحنا بالعراق قليلين يعرفون عليها. أكو ميزة موجودة إذا تطب هسه على أمازون وتكتب white noise device اللي هو الضوضاء البيضاء،
راح تلقى اكو منتجات بما يخص الوايت نويز، والوايت نويز هو فد شيء كلش حلو للاسترخاء او اذا تريد تنام مثلا. اكو يعني هوايه اشخاص ما يقدرون ينامون اذا مو اكو فد صوت بانكه او صوت فد شيء، يعني اذا اكو هدوء تام، خصوصا احنا جايين على شتاء، اذا اكو هدوء تام الواحد ما يقدر ينام، على الاقل طقه يقعد. فهذه السماعه توفر لك الوايت نويز باشكال رهيبه، يعني اكو سماعه وايت نويز تقدم فقط صوت فان اللي هي صوت المروحة، وسعرها بأمازون شفتها 200 دولار، بينما هذه بها أصوات عديدة من ناحية الوايت نويز، وراح نجرب وياكم ونشوفكم. يعني على سبيل المثال من خلال التطبيق تقدر تخلي مال مطر، وتقدر تعلي على خير على مود يزيد كثافة المطر والصوت، وتقدر تخلي فتشي ناصي فتشي خفيف. ايضا تقدر تستخدم اكو اصوات ثانيه مثل عصافير، تقدر تقول هاي الاسترخاء اكثر شيء مو للنوم. وايضا اكو اصوات الرياح، صوت رياح قويه هاي بس واحد ينصيها شوي. وعندنا هذه الصوت هاي ما يخلوها بالباب على مود دق، فشي حلو. وكذلك اكو الاصوات مال كامبينج اللي هي التخييم، اسمع صوت العباك النار ده تحترق. وايضا عندك اخر شيء اللي هي هاي شفتها كلش مناسبه للنوم اللي هي مروحه. هذه انسب صوت للي يريد ينام ويعني يريد له فد وايت نويز، ضوضاء بيضاء. وبالمناسبة تقدر تشغل أكثر من صوت بوقت واحد، يعني مثلاً هسه صوت المروحة وراح أخلي وياه صوت العصافير شوي. أقدر أضيف بدل صوت المروحة صوت عصافير وياها مطر. نجي لأهم ميزة بهذه السماعة واللي خلتني مباشرة أشتريها من دون أي تردد، وهي أنه هذه السماعة بكل الميزات اللي ذكرناها سعرها حالياً 85 ألف دينار عراقي، واللي هو سعر ممتاز جداً بالنسبة للي تقدمه. بالدولار حالياً ما أقدر أعطيكم يعني سعر مضبوط، لأنه الدولار يعني يومياً برأيي مدى يستقر. سعرها 85 ألف دينار عراقي، موجودة عند بوينت موبايل، أنا أخذتها من عندهم، يبيعوها حالياً بعرض 85 ألف دينار عراقي. وصراحة مقابل يعني اللي تقدمه، يعني سواء كان شحن لاسلكي سواء كان سماعة صوتها يعني كلش حلو. وأيضا الوايت نويز اللي هي فتشي يعني ابتكار كلش حلو ويفيد الواحد حتى ينام أو يسترخي. فإذا عجبكم هذا الفيديو حطوا لنا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس إذا بعدكم ما مشتركين، وشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم.